أستاذ عبد الله، يعني لو تكلمنا شوي عن ردود فعل الغرب تحديدا، لماذا لا يزال الغرب يتعاطى مع هذا الموضوع، موضوع التطرف الإيراني الديني بازدواجية كبيرة وملحوظة؟ يعني للأسف لهم أصدقاء في واشنطن، وبالذات الإدارات الديمقراطية ذات التوجه اليساري التي بدأت بإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واليوم مع الإدارة الحالية لديهم توجه وقناعات سياسية يسارية ليبرالية متطرفة. تعتقد الرؤية منشورة، رؤية أوباما اللي غالب الذين يستلمون المناصب اليوم في الإدارة الحالية كانوا موظفين في تلك الإدارة، مواقف أوباما وسياسته ورؤيته منشورة. هو يعتقد أنه يجب أن يتصالح مع النظام الإرهابي الإيراني وأن يمنح السلطة في الدول العربية لجماعات الإرهاب السنية مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المشابهة لها من جماعات الإسلام السياسي، وبهذا يجد حلا خارقا للشرق الأوسط. رأينا أن هذه السياسات قتلت الشعوب العربية في سوريا، وقتلتهم في مصر وفي ليبيا وفي تونس. بعض الدول العربية يعني انعتقت مما كان يعرف بالربيع العربي، وهو الربيع الأسود، الربيع الدامي، الربيع القاتل، الذي كانت الإدارة الأمريكية تخطط من خلاله أن تنشر أنظمة شبيهة للنظام الإيراني في الدول العربية.